خلونا نبدأ أخبارنا العالمية من معركة الأمس، معركة سانتياغو برنابيو واللي جمعت امبارح بين عملاق أوروبا وملكها التاريخي ريال مدريد، وطبعا ضيفوا أقوى فرق القارة العجوز حاليا مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واللي طبعا خرجوا فيه حبايب يمكن خرجوا امبارح بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 عشان يتأجل الحسم لموقعة الإياب. الحقيقة أنه مع بداية الشوط الأول كان السيتي الأكثر استحواذ وخطورة طبعا، لكن فجأة وكعته لدغ ريال مدريد لدغة رائعة بتسديدة صاروخية عن طريق المهاري الرائع البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 عشان ينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 1-0. في الشوط الثاني الوضع اتعكس وكان الريال هو الأفضل أول تلت ساعة من الشوط الثاني، واستغل الدفعة المعنوية اللي طبعا خدها بتقدمه في الشوط الأول، لكن على عكس سير اللاعب وتماما زي ما حصل في الشوط الأول قدر مانشستر سيتي أنه يدرك التعادل عن طريق نجمه المايسترو البلجيكي كيفن دي بروين. طبعا كيفن دي بروين قدم تسديدة صاروخية أقوى وأبعد من تسديدة فينيسيوس جونيور، قدر ان هو يسكن بيها شباك كورتوا حارس ريال في الدقيقة 67 من عمر اللقاء. بعد كده استمر ضغط ريال مدريد في الدقائق المتبقية مع محاولات لتسجيل هدف الفوز، لكن طبعا المباراة في النهاية انتهت بالتعادل العادل عشان يتأجل الحسم لموقعة الإياب يوم الأربعاء الجاي في إنجلترا على ملعب الاتحاد معقل السيتي. طبعا تصريحات بعد اللقاء قال فيها بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ان فريقه لم يستغل سيطرته على مباراته ضد ريال مدريد فاستقبل هدف، والامر طبعا نفسه حدث عندما ادرك التعادل حينما لم يكن هو الطرف الافضل في اللقاء. اتكلم جوارديولا بعد المباراه وقال عندما كنا افضل سجلوا هدف، وعندما كانوا افضل سجلنا هدف. المباراه كانت متقاربه، حظى ريال مدريد ببعض اللحظات الجيدة في المباراة وكان الأمر صعب علينا، لكن أمامنا نهائي يوم الأربعاء المقبل في ملعبنا بوجود جماهيرنا. طبعا جوارديولا كمان قال أنه بدأنا الشوط الثاني جيدا واعتمدوا على الناحية اليسرى ومرروا الكثير من الكرات ولم نستطع استخلاص الكرة، ثم سجلنا هدف رائع من كيفن دي بروين وثم حظينا بفرص. سنرى كيف يمكننا التحسن في مانشستر وبنتمنى أن نتعلم مما حدث وندافع ونهاجم بشكل أفضل. كمان اتكلم عن أداء إيرلينغ هالاند اللي اختفى في لقاء امبارح تماما. قال جوارديولا المسافة بين قلبي الدفاع والظهيرين كانت ممتلئة بالعديد من اللاعبين ولم يكن الأمر سهلا له، لكنه تحرك جيدا وحظى بفرصه. طبعا دي كانت أبرز تصريحات بيب جوارديولا بعد لقاء الأمس أمام ريال مدريد. طيب تعالوا نروح بقى للتصريحات على الجانب المقابل، تصريحات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد واللي قال إن هدف مانشستر سيتي اللي تعادل بيه أمام فريقه هدف غير صحيح. أنشيلوتي قال في تصريحات بعد المباراة بالنسبة لي الكرة خرجت عن الملعب قبل أن يسجل دي بروين هدف مانشستر سيتي. أضاف كمان وقال إن الحكم أخبرني أنهم سألوا الفيديو وقال ليهم الكرة لم تخرج لكني لا أعرف الحقيقة. واصل أنشيلوتي تصريحاته وقال طبعا تصريحاته عن فنيات اللقاء وقال أدرنا المباراة بصورة جيدة، عانينا في الشوط الأول وعندما تقدمنا في النتيجة بدأنا اللعب بطريقة جيدة، وفي الشوط الثاني كان من الممكن أن تكون النتيجة مختلفة تماما وكان بمقدورنا تحقيق الفوز. أكمل أنشيلوتي تصريحاته وقال هيكون عندنا رغبة كبيرة في مباراة العودة والفريق قدم مستوى مميز. قال كمان إن هو راضي جدا طبعا عن أداء الفريق بالأمس. قال كمان علينا أن نحقق العودة ومن الممكن أن تمر إلى النهائي من خلال التعادل والذهاب إلى ركلات الترجيح. أتم أنشيلوتي تصريحاته وقال لم نعاني كثيرا في المباراة، سيطرنا على اللعب بصورة جيدة وكان لنا طاقة كبيرة.
Lo importante, como he dicho, controlar bien espacio entre líneas, porque antes o después una oportunidad te puede llegar. La primera salida bien hecha, hemos marcado el gol y después... طيب ده كان كلامنا والتصريحات اللي كانت بعد موقعة امبارح. موقعة النهاردة بقى في طبعا نصف النهائي الآخر، واللي هو يمكن نصف نهائي إيطالي بحت، هيجمع النهارده طبعا نصف نهائي بين قطبي مدينه ميلانو الباج ميلان وجاره طبعا اللدود انتر ميلان على ملعب سان سيرو. ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان اكد قبل اللقاء انه مؤمن بقدره فريقه على اقصاء اي فريق في دوري ابطال اوروبا بعد عبور طبعا عقبتي توتنهام ونابولي. وصف بيولي اللي بيستعد لمواجهه الغريم التقليدي لانتر ميلان في نصف نهائي دوري الابطال، قال انه الديربي طبعا هو الاكثر صعوبه. قال كمان بيولي في المؤتمر الصحفي بالطبع هي المباراه الاصعب لانها نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. أضاف كمان وقال إنه من الرائع أن نخوض تلك المباراتين، لابد أن نكون سعداء بتلك اللحظة، هي فقط المباراة الأولى واللي هتقام طبعا على مدار 180 دقيقة. أكمل كمان بيولي تصريحاته وقال بالنسبة للآخرين أنتر هو المرشح المفضل، لكن نريد أن نلعب ونقدم ما لدينا، أقصينا توتنهام ونابولي والآن نفكر في إقصاء أي فريق. وكمان تابع تصريحاته وقال أكملنا طريقا كبيرا ونريد أن نأخذ الخطوة الأكبر ونواصل الطريق والحوافز طبعا مرتفعة. واتكلم عن موقف نجم الفريق البرتغالي رافائيل لياو من المشاركة، قال بيولي قال سنرى في المران الأخير ونأمل أن يتعافى طبعا في الوقت المناسب. طبعا دي كانت تصريحات بيولي قبل الموقعة أيضا الكبرى اللي هتقام النهاردة على ملعب سان سيرو. طيب نروح للناحية التانية، مدرب انتر ميلان سيموني انزاجي واللي صرح بأن فريقه لا يخشى مواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن طبعا النراتازوري استعدوا جيدا للقاء الديربي ليلة الأربعاء. طبعا اتكلم سيموني انزاجي في مؤتمره الصحفي وقال لا نخشى ميلان في المباريات المقبلة الماضية أو المباريات القليلة الماضية، الانتر استعد للمباراة بطريقة مثالية، وأضاف وقال نعلم أنها مباراة نصف نهائي، إنه ديربي والجميع يعلم ما هو الديربي. طبعا نعلم جميعا أهمية مباراة ميلان ونريد التعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة. وتابع إنزاجي تصريحاته وقال سنستخدم العاطفة والعقل معا في تلك المباراة، يجب أن نتحلى بالحكمة والهدوء لأن هناك لحظات صعبة وأحداث غير متوقعة قد تحدث خلال المباراة. ميلان فريق جيد لقد رأيناه كثيرا من قبل، لكن لن نخشى مواجهته وسنفعل ما بوسعنا وسنلعب بأفضل طريقة ممكنة. من المقرر طبعا أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاث الجاي على نفس الملعب ملعب سان سيرو، باعتبار طبعا أن الفريقين بيتقسموا نفس الملعب.